منطقة الاسكان الصناعي، منطقة الاسكان قاعد تعاني من بدا الحظر 21/2 ولحد الان مطبقة الحظر بالمضبوط، مطبقة الاوامر، مطبقة التعليمات، معزلين محلاتهم، قطع الرزق، يجيك واحد تعال اقعد بالبيت ولا تطلع، وين يروح؟ وين يروح؟ شغل ماكو، فلوس ماكو، محله معزله، تعال كل شيء لا تطلع تشتغل. الطرق الخارجيه المنطقه خلي يجون يشوفونه، كلها مسدده. خوش يا اخوان سووا لنا شاره، احنا ما نريدها ما نريدها بالتواثي والمظاهرات، تحلونها حل سلمي ولا حلوها حل سلمي. نريد مدير ناحية موجود، نريد مدير الشرطة موجود، نريد المحافظ وكيل ماله يدز هاي المنطقة، منطقة يعني عددها بالثلاث ملايين، ثلاث ملايين عددها، اسكندرية والاسكان كلها ضالة، هاي الشباب متنفس لا لهم، الملاعب سادينها، المحلات سادينها، يعني والله 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 دوختونا دخنا. فهاي انذار، انذار الى محافظ بابل والى المسؤولين في بابل. اولا القانون يجب ان يكون موحد في كل بابل وفي كل العراق، هذا القانون يجب ان يطبق على الجميع. لو نعيش كنا سوا احنا في نفس السفينه، سفينه العراق، لو كنا تغرق وكنا نموت بها، لو ننجو كنا. ماكو واحد عايش سلطان وواحد عبد، انتم خليتونا عبيد وانتم سلاطين، فهيهات من الذله. احنا جايينكم بالشباب، الشباب تبحث عن مستقبلها، لا خليتوا له مصادر ارزاق، لا خليتوا له مستقبل يتامل يعيش به، لا خليتوا له متنفس، لا خليتوا له تعيينات، لا خليتوا له خدمات، شنو رضيتوا للشباب؟ فالشباب جايينكم وراح تنعاد الثوره اكثر من قبل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. بداية قبل ما ندخل بالحلقة نحب نذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، هو 10727 أفقي، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، وذلك كله على مدار القمر نايل سات. لذا يرجى أو نتمنى من السادة المشاهدين أنه يأخذون ريموت التلفزيون ويدخلون هاي الإعدادات الجديدة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى نظل مستمرين وياهم. وأي شخص يحب يدخل بالبرنامج عندنا أرقام خاصة بالبرنامج، يقدر يتصل على أي رقم من الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، عندكم ذن الأرقام مخصصة إلى داخل العراق وخارج العراق، إضافة إلى أرقام أخرى مخصصة للداخل، وعندكم هذا الرقم اللي تشوفوه قدامكم هو رقم مخصص إلى برنامج الواتساب. برنامج الواتساب فقط الرسائل المكتوبة، أتمنى تكون رسالة بها اسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالثواني أو الدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. وهاي الرقم اللي قدامكم هن رقمين مخصصات للداخل العراقي. بداية قبل ما أدخل بموضوع الناس تعبت من عنده وهو أزمة الطاقة الكهربائية، اليوم 8/8 هذا اليوم اللي كانت الناس تحتفل به، هذا اليوم اللي كان العراق يفخر به أنه خلوا سيد الشر يتجرع السم، هذا اليوم اللي أصبح نقمة على العراقيين اليوم لأنه دفعوا ثمن كل من دافع عن بلده وكل من راد يدفع الشر عن بلده وكل من ضحى بدمه عن بلده هو من دفع الثمن هسه. والنتيجة بيع البلد للدولة اللي حاربت بلدنا 8 سنوات. النتيجة الشعب العراقي كله يتذكر 8/8 يوم النصر العظيم، بس اللي حاصل اليوم انه العراق بيد ايران. قاسم سليماني سابقا واليوم اسماعيل قاآني، وحسن روحاني يتحكم وقبله محمود احمد نجاد، وعلي خامنئي هو اللي دا يدير العمليه ودا يطبخ الطبخه كلها. اليوم 8/8، ب 8/8/2020 الشعب العراقي يفتقد الكهرباء ويفتقد الماء ويفتقد الزراعة والصناعة، يفتقد نظام تعليمي صحي يعلم به أولاده ويزرع به بذرة الخير اللي باكر راح يبنون هذا البلد، يفتقد به إلى نظام صحي يقدر يتعالج به المواطن، ويفتقد به كل شيء، ويفتقد به هيبة الدولة
ويفتقد به العراق نفسه. السبب هم مو العراقيين، السبب هم من جوا على حكم العراق على ظهر الدبابة الأمريكية الاحتلال الأول، واللي نزل من ظهر الدبابة الأمريكية وصعد فوق اجتافات العمامة الإيرانية. هم ذول السبب اللي خلوا العراق يوصل إلى هاي المواصل. الأحزاب والكتل السياسية على مختلف مسمياتها، على مختلف طوائفها، على مختلف أديانها، الكتل السياسية والأحزاب اللي موجودين اليوم بالبرلمان وبرئاسة الجمهورية وبأمانة العاصمة وبالحكومات المحلية وبكل مكان، ذولا هم السبب اللي خلوا العراق يوصل لهالمواصيل. هم السبب في انتشار الرشاوة، هم السبب في انتشار الأتاوات، هم السبب في القضاء على البساط الزراعي أو البساط الأخضر أو الرقعة الزراعية العراقية، هم السبب في القضاء على السلة الغذائية العراقية وانتهاء المحاصيل العراقية. واليوم العراق عنده جزء من المحاصيل وما تكفي أصلا، وحتى لو عنده محاصيل وطنية فالمستورد إلى حظوة أكثر من المحاصيل الوطنية. هم السبب بانقطاع التيار الكهربائي اللي الشعب دا يعاني من عنده، وإحنا بشهر آب واللي العراقيين يسموه آب اللهاب. أبو حيدر من الموصل ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ شلونك؟ هلا بيك أخويا. أنا أحيي الجيش العراقي السابق. حياك الله أخوي. أنا أحد منتسبي الجيش العراقي السابق وأرتخي. والنعم منك. والحمد لله ما عوض ولا رأسي ولا كل شيء ما عندي غير رحمة الله. والحمد لله أفتخر بها هذه. والجيش العراقي السابق بعون الله هو راح يحرر العراق. ولا هذا اللفق ما يحرر العراق. نعم. نفتخر احنا بالجيش العراقي السابق. وطني مهني وقاتل خلي على وزنه. اللهم كنا نطلع نستحق حجنه حق الكرامة عندنا، بس نقول هذا وطننا. لو نروح مشي على وحدتنا هسه عن كل هذا المنتسبين الله بدالك. لولا بدون رواتب كلها تروح تولي على اهلها. نعم. كلها جاي على راتب من الكبار الى الرقاق. والسلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله، شكرا لك ابو حيدر. اليوم المواطن العراقي مثل ما شفنا بالفيديو اللي طلع بعد شاره البدايه ان هم دا يعانون، انه خصوصا فئه الكسبه او فئه المهن اليوميه او اللي يطلع الصبح حتى يحصل رزقه حتى يقدر يوفر أكل إله والأهل بيته. ذولا دا يعانون أنه أكو حظر صحي وأكو عدم عمل، إضافة إلى ذلك أكو غلاء معيشي، إضافة إلى ذلك أنه ما عندهم رزق. فهم دا يعانون حاليا لأن الحكومة ما دا توفر لهم شيء. من الجزائر عدي عبد الرزاق عبد الكريم، عفوا عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تفضل أخويا، تعال الهواء. عبد الكريم تسمعني؟ نعم تفضل. نعم أسمعك حبيبي. كاين عندنا اصدقاء تما في العراق حبينا نطمن عليهم، ممكن الميسنجر حبس تما بالعراق ببغداد؟ يعني انا بس الصوت ضعيف ما دا افتهم بالضبط، يعني ان تريد تسال شلون نوصلك الى اصدقائك في العراق؟ لا حبيبي اتصلنا بالميسنجر. اسمع اتصلنا بالميسنجر، الميسنجر مغلوق. نعم والله يا اخ عبد الكريم، يعني الصوت كان جدا ضعيف ما دا افتهم، بس انت قلت انه اللي فهمته انه عندك اصدقاء بالعراق وتريد تسال عليهم. ويا اخي العزيز، وضع العراق معروف الى كافه الوطن العربي والى كافه العالم. اليوم
اكو ناس دا تحكم هذا البلد، هذول الناس يقولون احنا عراقيين لكن على ارض الواقع ما دا يسوون شيء حتى يثبتون ان هم عراقيين، لان ما عندهم ولاء الى هذا الوطن. سرقات للاموال العراقيه بالجمله، ضياع الى مقدرات البلد كافه، ضياع الى كافه المؤهلات البشريه والحيوانيه والثروات المعدنيه، وكل ثروات العراق اليوم ضايعه وكلها تلقاها يا بجيب السياسي يا تلقاها بإيران يا تلقاها ناطيها للغير. فهذا هو حال العراق اليوم. قضية الكسبة أو أصحاب المهن اليومية هي قضية صعبة، لأنه هذول الناس إذا ما يطلع يشتغل ما راح يقدر يوفر أكل لأهل بيته وما راح يقدر يوفر لهم شيء، ولما ينحصر بالبيت وما عنده راتب منين يعيش؟ ولما الحكومة ما تفكر بيهم هنا الطامة الكبرى. نعم انه احنا في وضع صحي سيء بالعراق، اولا هو لسوء اداره الحكومات، ثانيا هو بسبب جائحه كورونا اللي بدها تجتاح العراق والعالم بشكل عام. بس لما انت قعدت الكاسب وما وفرت له شيء هذا منين يعيش؟ ميسر من الانبار حياك الله. السلام عليكم شلون اخويا؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخويا يعني الى متى يعني نبقى هيك؟ والله تعبنا، يا كهرباء مال اوادم، لا عيشه لا تعيين لا، يا اخي ما يعني تعايش بالعراق ونفس الوقت ميت. نعم والله ما تعرف يعني انا اللي احكي وياك يعني شغل 19 ساعه كهرباء شغل مولد. نعم والله أنا أبو مولدة أني، والله لا ينطق. ما ينطق شنو؟ ميسر بعدك وياي لو رحت؟ يبدو أن فقدنا الاتصال بالأخ ميسر. اليوم محافظة واسط تحديدا مدينة الكوت طلعت تظاهرات حاشدة مطالبة بمحاسبة قتلت متظاهري ثورة تشرين، وكانت هاي التظاهرة لإحياء ذكرى شهداء تظاهرات ثورة تشرين، وطالبوا بإقالة جميع المسؤولين في مجلس المحافظة وإسقاط نظام المحاصصة الطائفية. يعني من يوم 1/10/2019 لليوم المتظاهرين ما يردون هذا النظام، ما يردون نظام المحاصصة الطائفية، وما يردون نظام المحسوبية الحزبية، بس ما حد يسمع لهم. ينطبق المثل اللي يقول إذن من طين وإذن من عجين على الحكومة العراقية وعلى كل واحد موجود بالعملية السياسية اللي جت على ظهر الدبابة الأمريكية. هاي الديمقراطية المعلبة اللي جونا بيها. إذا نطلع من واسط راح نروح للبصرة. متظاهرين البصرة همين طالبوا رئيس حكومة بالقصاص من قتلة المتظاهرين بدل من تكريمهم وينطيهم مناصب أمنية جديدة، ويطلع بخطابات وإعلانات حكومية ما تطرق لأي شهيد من شهداء التظاهرات، بس بالمقابل أي شخص متهم من القوات الأمنية وقالوا في يوم من الأيام أنه هذا متهم في قتل المتظاهرين دا يلقوه ينقل من مكانه ويتعين بغير مكان. أم عبد الله من بغداد حياك الله. أم عبد الله، أم عبد الله تسمعيني؟ نعم. حياك الله أختي. حيا من قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة والإكرام. تحية لحضرتك ولقناتكم الشريفة وكل العراق الشريف بمناسبة 8/8 لكل الشرفاء العراقيين بمناسبة الانتصار على المجنون. نعم. أستاذ حضرتك تقول إنه الشعب ينتظر من الحكومة العراقية خدمات و يعني حتى تساعد خدمات ثقافية اجتماعية. لا أنا ما قلت الشعب ينتظر أم عبد الله، عفوا إذا فهمت غلط، قلت من المفترض أنه لما يكون حظر صحي وأكو جائحة كورونا وإحنا قعدنا أصحاب المهن اليومية أو الكسبة، من المفترض على الحكومة أن تكون موفرت له شيء بحيث يقدر يوفر قوت يومه. العفو أستاذ، لأنه الصوت كان ما واضح.
نعم. استاذ يعني ترى اللي احنا بنعيشه يعني مع الاقتدار للشعب العراقي ترى السبب احنا السبب في كل ما جرى للعراق. ليش؟ لان احنا من جت 2003 وثقنا في اراء وتصريحات المسؤولين مثل موفق الربيعي من قال احنا رح نوفر للشعب العراقي خدمات ثقافيه، بيت لكل اسره ما عنده بيت، راتب لحتى الطفل عنده راتب. ما شفنا هذا كله وفقا بهذا الكلام وصاروا ويا الحكومه ويصيحون علي وياك علي. يعني احنا شفتها انه صار لنا 17 سنه استاذ، بعدين اصلا احنا تحت وطأة احتلال استاذ. نعم. احنا ترى ميتي اصلا هسه الجناح الشرقي سوريا العراق حتى السعوديه حتى اليمن حتى لبنان ما يزيدنا اي تغيير الا بالاتحاد، نسوي جيش موحد ودوله تكون الجناح الشرقي، لانه احنا العراقيين ضربتنا ايران من قبل امريكا واسرائيل في سبيل تحطيم الوطن العربي. هي تريد تنفذ استاذ تنفذ معاهده سايكس بيكو اللي خلت الحدود ما بين اقطار الوطن العربي، هسه تريد تجزئ للوطن العربي العراقي يصير ثلاث دويلات، سوريا ثلاثه، لبنان اثنين، ليبيا ثلاثه او اربعه ما اتذكر، حتى مصر، اليمن يبقى على تقسيم شمالي جنوبي. يعني هاي معادله ساكس بيكو يقومون بعمليه تطبيقها بشكل ثاني بعد التطبيق الاول هو الحدود، التطبيق الثاني انه تلجئ الوطن العربي. فاحنا ترى ما عندنا اي وسيله للتغيير ولا وسيله الى انه نتقدم ولا وسيله انه نقوم بعمليه انه نشعر بالشعب العراقي. احنا كشعب الى عزته وكرامته ما نقدر نسوي اي شيء الا بالاتحاد، اتحاد الدول العربيه ويانا ككل، يلا نقدر نتخلص من اخر احتلال امريكي اسرائيلي واحتلال الايراني. الاحتلال الايراني دخل باي دوله من الوطن العربي هذا الدمار. استاذ ازيدك علما ولو انت تعرف هذا يعني من اختصاصك، انه المسؤولين مثلا بهاء الاعرجي يقول احنا من استلمنا السلطه احنا كل شيء اللي نريد نسويه كانت ايران ما تقبل به. ما تقبل به اي شيء، اي تقدم، لا مصنع ولا تكرير نفط ولا صناعه نفطيه. لهذا قاموا بعمليه دخول داعش الى العراق وحطموا بالمحافظات واخذوا كل المصانع الحشد وقاده الحشد، اخذوا المصانع ودمروا الصناعه النفطيه اللي موجوده بالعراق وكلها حولوها لايران. فشلون راح يصير تقدم استاذ؟ ماكو تقدم ولا اكو تغيير. ترى يعني احنا نقدر نسمع انه انتخابات مبكره، ترى ماكو انتخابات، اكو تقدم، اكو مثلا ها راح يبقى الوضع على مثل ما هو والله الا بالثوره وحمل السلاح. تحياتي لك. نعم، شكرا شكرا لك ام عبد الله. ام احمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حي قناة الراشدين الوطنية الأصيلة. حياك الله أختي. عن موضوع بالعراق. نعم. بكل كل كل آلامه وكل مآسي وكل يعني من سيء إلى أسوأ، موضوعنا اليوم الكهرباء وكل الخدمات أستاذ أسهل، إحنا لا نبقى نتحدث ونعيد نفس الكلام. نعم. ما ابدي وين ما انتهيت الاخت ام عبد الله. نعم. الحل الوحيد والخلاص هو بالثوره، الشعب انه ينهض او ينتفض. اليوم بالصيف نطالب بالكهرباء والماء، وبالشتاء نطالب خدمات اخرى بالتبليط والامطار، من يصير موسم الامطار شو يصير بالعراق. نعم. وغيره وكله. والصناعة، الكهرباء موضوعنا اليوم اللي انتم تتحدثون به عصب الحياة استاذ اسد. الكهرباء عصب الحياة، مرتبطة به الماء والصناعة والزراعة والتجارة والتقدم والعلم والتربية، كلها مرتبط بالكهرباء، فما يتصلح الكهرباء.
مستحيل العراقيين انه يفكرون او يتاملون انه الحكومه والافاضل الحاكمه المسلطه على رقاب العراقيين انه تهتم بهذا الجانب، لان هي عصب الحياه. راح ينتعش العراق اذا كانت اكو كهرباء. هسه المظاهرات اللي تطلع شنو الطالب بالكهرباء فقط. نسوا مطلبنا انه تخلص من هذا الفاسد كله، يسقط كل النظام. مو شغله الناس بهذا الجانب، فهو هذا ديدانهم، ماكو غير الثوره ونتخلص منهم جميعا. ولا ننتظر احد من برا او الامم المتحده، هي الامم المتحده ومنظماتها كلها داخله وياهم بمشاريع وتجاره. العراقيين لا ينتظرون احد يساعدنا ونتخلص من هذا الحكم البائس. احنا لازم نخلص نفسنا، وان شاء الله خلي يتركونا، خلي يطلع. هم خلوا العراق تراب وخراب. العراقيين هم ابناء الشعب، هم يصلحوا ويعمروا. تصلح الكهرباء والزراعه والصحه والتربيه والتعليم، والعراق يرجع. بس خلي يطلعون. بس كيف يطلعون؟ احنا لازم نطلعهم يا استاذ اسد. ما نطلب يعني ما ننتظر الاخرين يجون يساعدونا، والله ننتظر امم متحده او دول. نعم. العراقيين اصبحوا يعرفون هذه النقطه. فلا يصح تصحيح. لازم من منبركم النادي ونوجه للشعب العراقي، انت هب بصورتك وتحريرك، تحرير ارضك، ما تنتظر الاخرين وبس نتصل ونشتكي من سوء الخدمات وكل شيء بالعراق. ما هاي هي الحكومه، هذا وضعها. نعم. والانتخابات وينك؟ وشنو الانتخابات مالتهم؟ شو راح تصير بعد ما عاتي المجازر من وراء الانتخابات هاي اذا سووها؟ لازم يطلع هو يحرر نفسه. والسلام عليكم ورحمه الله عليكم وبركاته. السلام وشكرا. شكرا لك ام احمد، وهمينا من بغداد، وهمينا ام احمد. حياك الله يا ام احمد. ام احمد، ام احمد تسمعيني؟ يبدو انه الاتصال ويا ام احمد انفقد. اتمنى يا ام احمد ترجعين تتصلين بينا مره ثانيه حتى نقدر نسمع رايك. عفوا. ناشطين بالتظاهرات نشروا مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يبين احد المتظاهرين وهو دا يتعرض للتعذيب على يد ما تعرف بقوات حفظ القانون بساحه التحرير في بغداد. هاي القوات اللي شكلها رئيس الحكومه المستقيل عادل عبد المهدي. اثار التعذيب كانت واضحه على جسد المتظاهر، ويبدو انه هاي الاثار واحد تعرض الى ضرب بشكل قاسي وصعق بالتيار الكهربائي ورا ما توقف في مركز الشرطه. السؤال الاول، هم جابوا الكهرباء منين؟ السؤال الثاني، متظاهر دا يطلب حقه. هذا المتظاهر مثل ما جاب هاي الحكومه بالانتخابات اللي انتم صدعتوا روسنا بيها وهي كلها تزوير، من حق المتظاهر يقول انا ما اريد هاي الحكومه، لان هو اللي صعدها. لولا هذا المتظاهر او المواطن هذول ما موجودين. هاي اذا نريد نحكي بلغتهم هم. فيتعذب ليش؟ ينضرب ليش؟ ينصعق بالكهرباء ليش؟ لانه قال ما يعجبني الوضع. يعني لازم يسكت عن الحق، لازم يسكت على الدمار، لازم يسكت على الخراب، لازم يسكت على دمار هالبلد. نفايات منتشره بكل مكان، شبكه الصرف الصحي بين قوسين ما تسمى بالمجاري، تمطر الدنيا بالشتاء، تفيض بغداد وباقي المحافظات. نظام صحي فاشل، اكسجين ما عندهم المستشفيات، ادويه ما بيها، وفوق القهر من تجي صفقات على وزارة الصحة تجي أدوية فاسدة. زراعة ماكو، صناعة ماكو، وظائف ماكو، رواتب ماكو. قاموا يعطون راتب كل 40 وكل 45 يوم، يعني بدل ما يعطون للموظف 12 راتب بالسنة قاموا يعطوه 8 أو 9. وتردوه يسكت بأي حق؟ محمد من واسط ويانا، حياك الله يا محمد. عيون الغالي، هذا بيك اخوي. عيوني
عندنا الكهرباء خلصت يعني ما كهرباء زفت يعني احنا الطلاب كارثه نريد نقرا يعني ماكو تقرا بين الثقالات شويه توصلنا رد لنا كنا يقطع يعني اي مجال يعني نريد نقرا ماكو نعم اولا الكهرباء ثانيا النت يعني المشكله يعني احنا ورانا امتحانات تجاريه يعني نعم. شلون ندبر بركة النظر على هاي المشكلة يعني دائما كل الطلاب تعاني منها نعم هسه احنا درينا دراسة ماكو في العراق مشينا الامور على النت بس النت قطعوا كهرباها من طاها علم الندب نعم ايوه وتعرفوا انتم بعد الوضع ما نقدر نطلع البيت الحجر اكثر ورانا نعم ايوه شكرا لكم وما عندنا لحد الان انا ست مواد لحد الان مضبطاني اربع بعد المواد ستين ما ضبطهم الا فاتح نعم ايوه نعم شكرا شكرا لك اخ محمد من السعوديه ابو فيصل حياك الله يا ابو فيصل كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله نحمد الله على كل شيء تحية لك وتحية للعراق وتحية للشعب العراقي الشقيق ونستذكر معكم 88 آب عام انتصار القادسية على النظام الخميني اللي فخر للعراق وللأمة لن ينسى هذا النصر أبدا بالنسبة لما يجري الحكومة بالنسبة للعراق هي العراق هو حكومة قاسم سليماني لا تزال من رئيس الجمهور من رئيس الجمهوريه ومرور بالنواب ومجلس النواب هي كلها تشكيل قاسم سليماني لا يزال العراق تحت حكومه قاسم سليماني اما بالنسبه للخدمات فالخدمات ليس مثل الكهرباء العراق كله لا يوجد خدمات يوجد عصابه لصوص حراميه فعلى الشعب العراقي ان يواصل ثورته حتى اسقاط هذا لا ينجى من هذا النظام ولو يجري كل شهر انتخابات لا يمكن تنجح انتخابات في ظل وجود سلطه ميليشياويه ايرانيه مجرمه تحيه لك. حياك الله اخوي العزيز. جاسم من خانقين حياك الله. جاسم يبدو اني فقدت الاتصال بالاخ جاسم اتمنى يرجع لنا حتى نسمع صوته. ام ازهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وأحيي هاي القناة الحرة العظيمة وعامليها. حياك الله أختي. 88 الذكرى العظيمة لأبطال الجيش العراقي السابق. هذا نحييهم الأبطال السابقين الجيش العراقي. أما الآن أخذوا حوبتهم الإيرانيين من العراقيين أخذوا ما أرادوا من تدمير وأذية إحنا ما نخجل من هذا الشيء إحنا قوتنا قوية لكن العملاء اللي إجوا هم أضعفوا هذا البلد هم العملاء إيرانيين هم اللي أضعفوا هذا البلد إيرانيين أمريكيين إسرائيليين احنا نتمنى ان يكون المتظاهرين اقوى من هذا الوجود اقوى وما يطالبون بالكهرباء ولا يطالبون بالماء ولا يطالبون باي شيء اما يطالبون باسقاط هذا الحكم هذول السياسيين اللي دمروا هذا البلد يطالبون بإيران وتدمير هذا البلد وخامنئي اللي يصور انه العراق هو البقرة الحلوب إلهم هذا بس كله انتاج إيراني استيراد إيراني دمروا الاستيراد العراقي دمروا المستشفيات دمروا المدارس دمروا كل حتى الاطفال دمروها وان شاء الله احنا نريد من الثوار ثوره عارمه بالسلاح احنا ما نطلب من اي واحد يعني نستنجد به احنا نريد بيدينا احنا نحط احنا
احنا ناخذ صابنا بيدينا، احنا ناخذ صابنا بيدينا. الثوار بعدهم موجودين، العراقيين بعدهم اقوياء، اللي يحبون البلد بعدهم موجودين. احنا ننادي العراقيين الشرفاء، الشرفاء اللي يحبون بلدهم تربطهم من صدق، ان ينزلوا للساحه ويقوم ثوره عظيمه كبرى. واحنا النساء نساندهم، ونساندهم بايدينا وبسلاحنا ان شاء الله. ان شاء الله احنا المنتصرين. واقول والمتظاهرين، اقول لهم يا متظاهرين، لا تطالبون بالكهرباء، لا تطالبون بالكهرباء، اطلبوا اسقاط النظام، اسقاط هذول الوجوه العكره اللي جت لنا من ايران على الدبابات الامريكيه. وانا اشكر هاي القناه. حياك الله اختي ام ازهر. سعد من السعوديه، حياك الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بارك الله فيك يا اخوان المقدم، بارك الله في هذه القناه المباركه، وبارك الله في شعب العراق المباركين. وبيك يا رب. كلمه واحده لهؤلاء ذيول الدول العربيه، انتم بدعمكم بسفراتكم بابقاء على سفراتكم في هذا البلد في ظل هذه العصابه، معناتها انتم راعين رسميين وشريكين في تدمير هذا الشعب الطيب والشعب الكريم. لكن والله اول من ينقلب عليكم شعوبكم. انتم الحين قاعدين تساعدون هؤلاء المجرمين في قمع هذا الشعب الاعزل وطغيانه عليه بدون وجه حق، وانتم بوجود سفرات في هذه ظل هذه العصابه معناتها تأييد لهذا الشيء. وان شاء الله انه هذه الشعوب اول من يقلب عليكم ان شاء الله شعوبكم، والشعب العراقي ما حتاركه ان شاء الله، لان جسد واحد ان شاء الله في هذه الامه العربيه قبل كل شيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام. احمد من الموصل، حياك الله. الله يسعدك. السلام عليكم. حبيب قلبي، عليكم السلام. بالنسبه لموضوعكم موضوع الكهرباء، صراحه احنا عده مواضيع العراقيين، وبعدين جبنا عن المناشده كشباب وكفي اضاله بالذات من مدينه الموصل. نعم. الكهرباء كلش رديئة، الموصل مهمولة جدا يعني. نعم. لا تعويض، اخويا بنينا راحت، اولادنا راحت، لا تعويض، لا احد يلتفت لنا من الحكومات هاي الظاهرة، احنا ما نسميها حكومات هاي. هاي نسميها ميليشيات. نعم. صراحة. لأن ما جاء واحد شوفنا وجهه يعني بعد الانتخابات، قبل الانتخابات ينفخ لك نفسه ويقول لك هذه باخري. بعد الانتخابات ما يشوف وجهه خلاص. كلهم ومن ابناء جلدتنا يعني مصر للاسف 30 سنه قعدنا بالبرلمان وما سوينا اي شيء صراحه. عندنا مغيبين، عندنا شهداء، عندنا ناس ارامل، عندنا اشكال، ما حد يدعمنا صراحه. يعني عفنا عن الكهرباء، الكهرباء ايفتها منها، ايفتها منها المباني اللي وقعت ما عاد تنبني. نعم. احنا كشباب يعني ايش نرجو من هاي الحكومه؟ هاي حكومه ما دام ستة أحزاب، هاي مو حكومة. في الحكومة اللي تخدم شعبها دون طائفية ودون أحزابها، هذا المريود منها. هاي مو حكومة، ما داعي منهم شيء، ما ترجينا منهم شيء، هاي كم سنة، شنو تسووا لنا؟ نعم. صراحة يعني، أستاذ العزيز، عجزنا وإحنا نسولف، نسولف ونقول وهاي بلا فايدة، فايدة ماكو. نعم. لان تعبونا صراحة، وهاي البلبلة واساس الخراب كله هو الاساس. اللي هو مؤسس الخراب ترجو منه شيء، هو اساس الخراب صراحة. نعم. كل من يجي على جيبه وعلى على عمله الشخصي وعلى على جماعته نقول يمه والشعب الله يروح بالعامية نقول. ماكو. نعم. ريتنا والله السهل العزيز احنا مثلنا بالموصل كشباب يعني ترجمه. انا انسان مثلا دخلي يوم عامل بنعود دول وكذا وكذا وكذا، ما عاد التفت على الكهرباء ولا عاد التفت على الغدامة، عاد التفت على العيش في العيش هذه صراحه. يعني الحكومه قاعدين ترجم منها شيء. هاي من 2003 لحد الان شنو قدموا لنا كشعب؟ غير القتل والدمار والذبح، ما قدموا شيء. نعم نعم نعم. اي والله. شكرا شكرا لك اخ احمد. ابو سلام من صلاح الدين، حياك الله. وبيك اكثر. السلام عليكم اخوي العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام.
اخي احنا والله بزعل من هاي المناشدات ومن هذا. اولا احنا نشكركم ونشكر قناتكم الكريمه على وقفتكم البطوليه تجاه الشعب، بارك الله فيكم. لا شكر على واجب اخي العزيز، واجبنا هذا هي الكهرباء اللي عطلت الحياه وشلت الحركه تماما. يعني المواطن المريض، المواطن المحتاج، الجاهل، الفقير، الما عنده، يعني هذا وين يروح؟ ما يقدر يشتري مولد، ما يقدر يشتري مولد، ما يقدر كل شيء يسوي. زائد الناحية عن الزراعه، يعني هي الزراعه اصبحت اليوم بالكهرباء، لا يوفرون يعني منتجات نفطيه بالنسبه للزراعه، والكهرباء الاغلبيه هي الزراعه الاغلبيه على الكهرباء. نعم. فوين توجهونا؟ فانتم المتنفس الوحيد اللي من خلالكم الناشد، ولو هذا حكومه ميته شت ناشد، ناشد واحد ميت يعني ما بها رجع، ما بها خير. كهربانا وين؟ قاعد تصرفون كل سنه مليارات الدولارات، وين جاي تروح؟ لا شفنا محوله، لا شفنا خط جديد، لا شفنا تحسين. يعني شلون؟ بريد جهودكم ويانا. واخر مناشده، احنا مجموعه قليله من النازحين صلاح الدين لحد الان طار الابتكار مال المهجرين، ولحد الان لم نستلم به ولا درهم واحد. وحقوقنا موجوده، وناشدنا الوزاره وخاطبنا وخاطبنا. وصلنا الى نتيجه انه اسماءنا موجوده كامله، بس ينطوها دفعه ويطلقوها. ليش ما يطلقونا اياها؟ ونهائيا ما استلمنا بها، خلاص ايش انت؟ نعم. فابدعكم هم الناشد يعني، وبلش صوتنا توصلونه. ان شاء الله يحفظكم ان شاء الله، وتبقون السند العالي من هذا الشعب التعبان الفقير اللي اتعبته هذه الحكومه الفاشله. والله يحفظكم ان شاء الله ويديمكم بالخير. شكرا، شكرا لك ابو سلام، وصل صوتك ان شاء الله. احلى فقره انه حول قتله الناشط، قتله متظاهرين، انه اكو تبادل اتهامات يعني بين شركاء العمليه السياسيه. عضو اللجنه الامنيه بمجلس محافظه بغداد سعد المطلب يقول انه من المفترض انه الحكومه الحاليه تكشف عن نتائج التحقيقات بشان الجهات التي تقف خلف قتل الناشطين والمتظاهرين للراي العام منذ فتره، لكنها ومع المؤسف لم تفعل ذلك. ويقول انه عدم كشف الحكومه واجهزتها المختصه نتائج التحقيقات ومحاسبه القتله سيدفع الى الاستمرار بجرائم الاغتيال، مطالبا الحكومه بعدم ترك القضيه للزمن بغض النظر بغرض نسيانها كما حدث في قضايا كثيره وكبيره على حد قوله. يعني يعرف الاخ سعد المطلبي وهو نائب سابق انه اكو قضايا هوايه نسيت، مثلا دخول داعش، مثلا انسحاب الجيش العراقي من موصل والانبار، مثلا تسليم الجيش العراقي بال 2014 للاليات والمعدات العسكريه والاسلحه الى تنظيم ارهابي، مثلا قتل المتظاهرين اللي صارت بال 2014 واللي صارت بالبصره واللي صارت بالنجف واللي دصير هسه. يعرف انه اكو هذا الشيء صاير بس ما يحجون. عندي اتصال ابو عماد من بغداد، حياك الله. حياك الله. السلام عليكم استاذنا العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يحفظك، احنا متشكرين منك ومن قناه الرافدية المهمه ان شاء الله. لا شكر على واجب اخي العزيز. الله يبارك فيك اخ عزيز. احنا الكهرباء معروفه هي سيئه ورديئه ولن تنصلح، لانه اكو ناس اصناف كثيره مستفيده منها. نعم. سواء محليه او اقليميه وحتى دوليه يجوز. نعم. بس انا عندي فشغلات ابدا اثيرها بلا زحمه، ارجو انه شوي تاخذوا صدق وياي، يعني ايضا شغلات تهم الناس يعني فجئات. يعني مثلا اكو الان شركات وهميه يدزون بالموبايل، يا احنا شركه نعطيكم قروض وفوائد قليله حتى في الاغراءات. نعم. المقريات يعني ماكو، فالناس من الظلم خطيه يدبون نفسهم، يجون يسمون الفلوس لا اتفاق ولا عقد ولا شيء، يعطون الفلوس وبعدين كادر والماستر كارد استقطاعاتهم تقريبا 80% من الراتب، راتب المتقاعد او هذا. بعدين من كيف تتصل وياهم؟ طبعا شركات وهميه، ما الناس قد يكون شخصيات معروفه مثلا حسب ما سمعت عباس كرخي، هذا واحد قديم بالثقافه، حسين ويلي هيك بهالاسماء هاي. فالمهم نصب واحتيال يستمر يستقطعه من عندك، يستقطعون المبلغ بشكل مستمر يعني يفوق المبلغ اللي ينطوك اياه. نعم. واضح شلون استاذ؟ نعم. عرفت قصدي؟ يعني هاي المفروض الدوله الحكومه العراقيه
طبعا هم جزء هذول من الناس المتنفس. شكرا شكرا لك ابو عماد. انقطع الاتصال ويا ابو عماد. انت اثرت نقطه مهمه وهي انه اكو شركات وهميه تعطي قروض ميسره الى الناس ويستقطعون 80% من الراتب التقاعدي، بالاضافه الى الاستقطاعات اللي تستقطعها الحكومه من الراتب التقاعدي. يعني المتقاعد اليوم بالعراق هو اضعف شريحه من شرائح المجتمع العراقي لانه ديجيرون عليه. السؤال الأهم هنا، دائرة التقاعد العامة شلون دا تتعامل ويا هاي الشركات؟ شلون دا توافق هاي الشركات، أو شلون دا توافق على طلبات القروض، أو شلون دا توافق على الاستقطاعات وهي شركات غير صحيحة؟ إذا ما كانت أكو أوراق رسمية وما كان أكو اعتماد رسمي، شلون دا يصير الاستقطاع؟ في اتصالات سابقة أثيرت وفي مسجات أخرى أثيرت ان اكو اشخاص سددوا القروض وما زالت الاستقطاعات مستمره. يروحون يراجعون دائره التقاعد يقول لهم روحوا راجعوا ذيك الشركه، يروحون ذيك الشركه يقول لهم ما يلقوها. فهي الطامه الكبرى هنا يعني ما تمس بس المواطن او ما تجي بس على الشركه الوهميه، دائره التقاعد نفسها شلون تعاملت ويا هاي الشخص؟ شلون وافقت على اعطاء القروض؟ شلون وافقت على الاستقطاعات؟ شنو الضمانة اللي وافقوا بها على الاستقطاعات؟ فهي هنا الإشكالية. دائرة التقاعد ما مبرأة نهائيا من هاي القضية. لما شخص يأخذ قرض ويسدد القرض والاستقطاعات مستمرة وما زالت مستمرة ويعطي أكثر من القرض ويروح دائرة التقاعد يقول له لا احنا ما علينا بيك، لا عاد منو عليه؟ والكاسب اليوم اللي احنا دا نحكي عليه والتعبان واللي يطلع من الصبح لليل حتى يجيب لقمة لأهل بيته وبأقل طارئ يقعد ببيته ممنوع يشتغل والحكومة ما تفكر به، لا طلع عنا الكاظمي مدري عادي عبد المهدي ب 30,000 دينار، 30,000 دينار ما توكل طماطة وخبز لأهل البيت باليوم، لأن يوميا 1,000 دينار، فش راح ياكل المواطن ب 1,000 دينار؟ غير اللي قاعد بايجار، غير اللي عنده ولد يحتاجون مصاريف مدرسه ومصاريف علاج ومصاريف حياه وملابس. فاحنا هاي الطامه الكبرى، الطامه الكبرى لا الحكومه دايره بالها على المواطن، تنزل من الحكومه الوزارات اصلا ما مهتمه. وزارة الصحة تجيب أدوية فاسدة عادي، وزارة التجارة تجيب مواد غذائية فاسدة عادي، مثل صفقة التمن الفاسد ويطلع لنا واحد يقول هاي شوفوا هاي الجدرية طبخناها اليوم دا أكل خاشوقة. يعني عملية السيطرة والتقييس وما أعرف شنو هذني الاختبارات المفروض تصير صارت بالطبخ، يطبخون التمن ويعرفون زين لو مو زين. لا وزارة الموارد المائية مهتمة بالمواطن ودا توصل له مي صح، لا وزارة الكهرباء مهتمة بالمواطن ودا تعالج الخلل اللي عندها، والخلل دا يزيد ودا يصير أسوأ وأسوأ وبعدها. ولا أمانة العاصمة اللي مهتمة بالمجاري ودا تفكر أنه شلون تعالج أزمة المجاري وشلون تصلح شبكات الصرف الصحي حتى من تمطر الدنيا ما تفيض الناس وما تخرب المواد الكهربائية والأثاث اللي موجود بالبيوت. ولا وزارة النفط اللي دا تصدر نفط دا تفكر انه شلون يستفادوا منه، ولا وزارة الزراعة اللي دا تفكر شلون تدعم الفلاح حتى المنتوج الوطني يزيد، حتى ما يستوردون الحكومة العراقية، حتى الفلوس اللي نذبها بالاستيراد تظل بالخزينة ونستفاد منها احنا. ما حد يفكر بالمواطن. تنزل من الوزارات الدوائر نفسها، دائرة التقاعد لما دا تطي قروض مثل ما قال الأخ أبو عماد ودا تطي إلى شركات وهمية ما مهتمة بالمواطن. دوائر الدولة كلها، أي دائرة لما يطب مواطن يريد يكمل معاملة ويدفع رشوة لا بالدين حلال ولا بالعرف حلال ولا بالقانون حلال ولا بأي ميثاق من مواثيق اللي يعرفها البشر حلال. فهي الطامة الكبرى اليوم انه احنا بالعراق يقولون عندنا حكومة، بس احنا ما عندنا حكومة.
يقولون انه اكو احزاب بس ماكو احزاب، يقولون اكو سياسيين بس ماكو سياسيين، لانه اللي موجود ما يفقه شيء في علم السياسه وما يعرف شيء حتى يسوس الناس. الرسائل الواتساب اليوم اللي وصلتني ابو مريم من بغداد، السلام عليكم، تحيه طيبه لقناه الرافدين، وفي مثل هذا اليوم من عام 88 انتصر القائد العربي صدام حسين رحمه الله وخاض حرب 8 سنوات ضد الفرس المجوس، هاي الحرب اللي جرعت إمامه الشيطان كأس السم، واليوم الذكرى 32 لتحرير الفاو مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم، واليوم نهن العراق والعرب والمسلمين بانتصار العراق على الفرس. السلام عليكم، ما سبب مأساة كل ما يحصل في العالم؟ أكيد إيران، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع. أستاذ غدا اليوم نستذكر تاريخ رجال العراق 8/8/1988 الذي يبقى هذا التاريخ مشرق للعراقيين. تحية وألف رحمة لشهداء جيش العراق الباسل، وتحية للرجال والمعوقين من الجيش العراقي الباسل، وأنظار الشعب عليكم لخلاص العراق من الاحتلال. مرحبا، كل عام وأنتم بألف خير ولو متأخرا إن شاء الله من العائدين، وتحقق أمنياتكم وبكل دعاء أذكركم. تحياتي لكم وكونوا أفضل وكونوا معنا. ورسالة أخرى، أبو يسرى من بغداد، السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. مصطفى الكاظمي هو أحد عناصر فرق الموت، وعندما استلم المنصب وضع يده في يد الميليشيات وارتدى زي العصابات ويقول سأحاسب قتلة المتظاهرين وأطلق سراح المعتقلين، وهو مدير المخابرات ومن قبل، لماذا لا تحاسب هؤلاء المجرمين؟ إن الكاظمي لا يختلف عن سابقيه، لو أكو عدل بالعراق كان عد مول المالكي والجعفري وغيرهم من المجرمين، بس القضاة يخافون بس يقدرون للفقراء يحكموهم أعدام ومؤبد. شكرا جزيلا لكم. مشكلة العراق اليوم أنه لا يوجد لمن يحكمه أي ذرة من الوطنية أو العراقية، والمواطن البسيط هو اللي واقع بيها، والمشكلة أنه يستقون على الشعب العراقي بإيران وبغيرها. بس دائما نعرف أنه الكلمة الفصل يمكم أنتو يا الشعب العراقي. قبل ما نختم أحب أذكر أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، هو 10727 أفقي، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايسات. فنتمنى من عندكم أن تدخلون هاي الإعدادات الجديدة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم حتى نقدر نبقى متواصلين وياكم أولا بأول. برنامج صوتكم انتهى مشاهدينا الكرام، أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.